السلام عليكم. في زول سامعني؟ الصوت كويس؟ شكرا دكتور أنور. طيب السلام عليكم. أنا دكتور إيمان، أنا سايكاتريست. فالليلة إن شاء الله هنتكلم بصورة مبسطة عن موضوع الأزمة بصورة عامة، وموضوع الكورونا بصورة خاصة، وكيف نتعامل معها وكيف نواجه الأزمات. وبعد ذاك ممكن نفتح الباب لو في أي زول عنده أي رأي، أو في أي زول عنده أي سؤال. في البداية عايزين نعرف الأزمة بصورة بسيطة يعني أو مبسطة. ممكن الناس تلقى تعريف كثيرة لكلمة الأزمة، لكن هي أي حدث يعني بيحدث أو نمط بتاع مشاكل بيحدث في حياة الإنسان، وبيضطروا لأنه يغير مجرى حياته عشان يعني أو يعيد تكييف الحياة بتاعته اليومية أو كده. ممكن تحدث لفرد أو لمجموعة أو لمجتمع كامل، وحاليا الحاصل حاصل للعالم كله يعني، ما لجروب معين. تختلف ردود الأفعال من شخص لآخر في أثناء الأزمات وبعد الأزمات، وده بيتوقف على يعني نوع الأزمة، على التجارب السابقة لأي إنسان إذا كان مر بأزمات قبل كده، بيتوقف على الدعم النفسي والاجتماعي، بيتوقف على عمر الشخص نفسه، وبيتوقف على الثقافة بتاعت المجتمع وبتاعت الفرد. كل اللي بيحصل حاليا والحاصل مثلا حاليا مع موضوع الكورونا، دي أزمة عالمية يعني، دي جائحة يعني جات من غير أي استعداد. العالم كله فجأة لقى نفسه في وسط أزمة، الناس بقت في شيء، في مشاعر من الخوف، من القلق، من الدهشة، من الارتباك، من الحيرة. دي كلها مشاعر طبيعية يعني. الإنسان لما يمر بأزمة بيمر بكل المشاعر دي، بيمر بكل الخوف ده، بيمر بكل الأشياء دي، قد يمر ببعضها أو كلها، لكن ده شيء طبيعي وشيء متوقع يعني، ماشي ما في مفر منه يعني، ما عندنا كنترول عليه. فالواحد لما يمر بأزمة زي كده المفروض يدي نفسه مساحة لمشاعره، إنه عنده مساحة لخوفه ولقلقه، بس ما يخليه يتجاوز الشيء اللي بيأثر بعدين حتى على مناعته. لأنه الواحد لما يخاف خوف غير مبرر، أو يعني مش غير مبرر بمعنى إنه بسبب الأزمة أو كده، يعني بمعنى إنه زيادة عن اللزوم، أقصد إنه يكون زيادة عن اللزوم. ففي يعني في اللحظة دي جسمك حيفرز مواد وحيفرز هرمونات، وقد تضعف من مناعتك. فعشان كده إنه الواحد لما يقلق في الأول ما في مشكلة للقلق الطبيعي، بالعكس القلق الطبيعي هو حاجة مستحسنة، لأنه لو الواحد ما قلق في بعض الأشياء الأمور وبعض المواقف قد يظهر عدم المبالاة. في معليش في تعليقات ممكن نخليها لقدام، نفتح الباب للنقاش وبعدين نعلق ونسأل. ففعلا الناس بقت عايشة في حالة من اليأس، لكن ما كل الناس يعني بتبدأ، لأنه الأزمة بتمشي بمراحل نفسها يعني. المرحلة الأولى فعلا الناس بتكون عايشة في بداية من اليأس،
تبدا في حته بتاعت ياس، وانه يسمع الاخبار بكثره انه اي حاجه عايزين ينقلوها من غير ما يتحروا منها او من صدقها، عاوزين بسرعه يتواصلوا. دي في البدايه، دي في بدايه الازمه دائما بتكون كده، يعني بتكون انه الواحد ما مصفي ذهنه للافكار، فعشان كده بيبدو الناس رد فعلهم بيبقى انه عايزين يخزنوا، يمشوا السوق يخزنوا الحاجات، ما عارفين بكره حيحصل شنو، انه يئسوا من اي حاجه، انه يتلقوا اي رسائل وطوالي يرسلوها من غير ما يعرفوا هل هي صحيحه هل هي ما صحيحه، فعشان كده من هنا بيجي الياس. فده مشكلة بداية الأزمة، لكن بعد ما الإنسان يدو لنفسه، لازم يدي لنفسه مساحة إنه يفكر عشان يصفي ذهنه وعشان يفكر بالطريقة الصحيحة. هل مشاعري دي أنا بقدر يعني أتحكم فيها؟ ما بقدر أتحكم فيها في البداية. هل في أي قبل كده حصل لي أي أزمة وانا قدرت اتماشى معاها؟ لو قدرت اتماشى معاها شنو ساعدني؟ الحاجه ساعدتني قبل كده بتساعدني هسه؟ لو ما في حاجه ساعدتني او ما قبل كده انا مش مريت بازمه زي كده، فانا يعني ما بدي نفسي بقول ده خوف ما مبرر وبقبض مشاعري، لا، بقعد مع نفسي، بدي نفسي مساحه، بسأل نفسي أنا شنو المشاعر اللي عندي؟ هل هي خوف؟ هل هو ارتباك؟ هل هو دهشة؟ هل هو عدم تفهم للحاصل؟ والأفكار اللي عندي شنو؟ بعد شوية الواحد ذهنه بتصفى وبقدر يمشي للخطوة اللي بعديها، اللي هو يقدر بعد ذاك بدل ما كان بيسمع الأخبار بصورة مكثفة يقدر يقلل من سماع الأخبار ويعرف المصادر الحقيقية وين، يقدر انه يتكلم مع الناس القريبين منه، يقدر انه يساعد الناس، يقدر انه يعمل الحاجات دي كلها. والواحد ما يكتر من التفكير او يكتر من الشيء اللي ما عنده عليه كنترول. انا ما عندي كنترول على الشيء اللي حصل ده، وما عندي كنترول على بكره هيحصل شنو، لكن انا عندي كنترول على هسي انا بعمل في شنو، على أنا ممكن أعمل شنو، على أنا ممكن أساعد المجتمع بشنو. والناس ما تستهون حتى الحاجة البسيطة، أبسط حاجة كونه أغسل يدي بالموية والصابون لمدة 20 ثانية زي ما التوجيهات بتقول من منظمة الصحة العالمية ومن الناس المختصين، دي نفسها مساعدة. أنا كده ساعدت بيها المجتمع، ساعدت بيها الناس. فالواحد ما يستهون أي شيء يقدمه. الناس المتطوعين دائما أو الناس اللي بيقدموا خدمة للمجتمع دائما بيحسوا برضا لما يقدموا شيء. فلما أنت تقدم حاجة لمجتمعك حتى لو كانت بسيطة فأنت بتكون راضي عن نفسك. فدي الأشياء اللي بتخلي الواحد يتكيف مع الأزمة، يعني دي نوع من أنواع التكيف، إنه كونه أنا أقدم شيء للمجتمع، إنه أنا ما أفكر في حاجة يعني بعيدة من الكنترول بتاعي، إنه أساعد نفسي كيف، إنه أقدم لنفسي شنو. دي كلها حاجات بتخلي الواحد إنه يتكيف مع الأزمات الحاصلة. وزي ما قلنا انه الشعور بتاع الخوف والقلق والممكن يكون اكتئاب وعدم تفكير في الحاجة، ده كل حاجات طبيعية. لو الواحد حس في لحظة انه الحاصل ده ما طبيعي، الحاصل ده ممكن يكون ما صح، او انا ما انا، العالم اللي بقى ما هو، في اللحظة دي الواحد لازم يشكل حواسه الخمسة. يعني حتى لو انت مثلا في حتة في البيت، لما دي الناس كلها قاعدة في البيت وياك التفكير زي ده، بتعايل الحتة اللي انت قاعد فيها، يعني شقي نظرك، عايل للوحة انت بتعرفها في البيت بتديك احساس انك هنا والآن، يعني دي بتساعدك انك ترجع لحتتك.
عايل صورة انت بتعرفها، عايل لشكل حاجة، حتى لو عفش في البيت، حتى يعني عايل خمس حاجات قدامك، اسمع خمسة اصوات، حتى لو انت نايم جنبك اخوك امك ابوك زوجك زوجتك، حتى لو كان شخير اللي انت بتسمع متعود عليه، دي بتوريك انت موجود، وانت موجود هنا وحاليا، يعني انت يعني بتساعدك. جنب سريرك المس بيدك، المس الحاجة اللي دايما بتكون جنبك، او لو عندك مخدة معينة فيها شكل معين او كده المسة، شوف الحاجات اللي دايما انت عندك، فدي بتديك برضو احساس انك موجود حاليا، والحاجة دي حقيقية وموجودة. لو انت راقد نزل رجلك في الارض، المس الارض اللي انت فيها تحتك، فدي بتخليك شعور انك موجود، يعني انت في حاليا هسه، دي اسمها now and here. فدي بتدي الواحد احساس شوية بالامان. الناس يعني اهم حاجة ما تتبع الشائعات ولا تروج للشائعات. ترويج الشائعات انك تقعد ترسل في كل ما تجيك رسالة بتاعت واتساب، كل ما تشوف لك رسالة تقعد ترسل فيها، وانت ما عارف من وين جاية اصلا، وما عارف وين حقيقتها. حتى لو الكاتبة قال لك انا دكتور فلان، ما اي دكتور ده تخصصه انه يتكلم عن الكورونا او يتكلم عن علم الفيروسات او الرسالة بتجي. وبعدين اسوأ انواع الشائعات اللي هي بتكون بتبني على حقيقة، يعني بدايتها بتكون حقيقة، فلما تترسل للناس اصلا عارفين الحقيقة في الشائعة، فخلاص بيفتكروا كل الجوة الشائعة دي حقيقة، فدي بتبقى مشكلة للناس انه تبدأ ترسل في الحاجات زي دي. فشوية شوية بعد الخوف في البداية وارسال الشائعات والاكثار من سماع الاخبار، بعد شوية الناس اللي استجل بعد ده، الواحد بيبدأ يفكر زي ما قلنا التفكير متزن شوية، وده المفروض الواحد يلجأ له بأسرع ما يمكن عشان لا يضر نفسه ولا يضر غيره. يضر نفسه ويضر غيره بأنه يعني يتناول الشائعات، أنه يفكر تفكير ما سليم، أنه يتصرف تصرف ما سليم، دي كلها ممكن الواحد يضر بيها نفسه ويضر بيها الناس. فأهم شيء الواحد أنه يتبع التعليمات من مصادره، يعني وشيل المعلومات من مصادرها، يمتن من الـ WHO منظمة الصحة العالمية، أو منظمات أو وزارات الصحة والجهات المختصة يعني في بلده. يعني الناس اللي بتقدم الخدمات المجتمعية أو الناس المتطوعين، ده الأهم حاجة إنه ينتبهوا لنفسهم، وإنه ما يقعدوا يشتغلوا في البداية. الناس بيقوموا يشتغلوا كمية من الساعات ومن غير ما هم ينتبهوا لنفسهم، فديل بتبقى مشكلة انه بعد كده نفسهم بيحتاجوا لمساعدة، وبيبقوا هم نفسهم عبء على السيستم الصحي، بمعنى انه هم نفسهم بيبقوا مرضى، بدل ما انه يريحوا نفسهم ويريحوا الناس بيبقوا مرضى على الناس. فنحن ما عايزين الناس يعني يجيها نوع من الهلع اللي هو الخوف الزيادة الشديد لدرجة انه وصل مرحلة هلع، وده اللي بينزل مناعة الناس، بيخلي جسمك يفرز مواد تنزل مناعتك. ما دارين الناس تصل مرحلة بتاعت انه يصلوا للاكتئاب الشديد، ما دارين الناس بعد ما تنتهي الجائحة دي الناس تبقى بدل ما كان بس يعني تشيل منها الفائدة، انه والله انه السلف هيجين بتاعهم، او يبقى طوالي في حالة كويسة، يعني انه دائما الناس تهتم بغسل يدينا، تهتم بنظافة الأسطح اللي حوالينا، تبقى في حتة بتاعت وسواس لدرجة انه تبقى حاجة مرضية، والناس بدل ما قاعدة في البيوت إنها ترفض تطلع من البيوت. فإحنا ما دارين ده يحصل بعد ما تنتهي بإذن الله الجائحة اللي إحنا فيها دي، دارين الناس
تقعد في البيت ده احنا في وقت ممكن فيه تستثمر قعد البيت. الناس مضايقة من قعد البيت، ما عارف الحاصل شنو برا، ما عارف الناس الحقائق اللي بتطلع. وهي اصلا يعني احنا ما عايزين نتكلم عن مرض كورونا بمعنى انه المرض، لانه تكلموا فيه الناس بما فيه الكفاية، تكلموا عن طريقة الوقاية منه بما فيه الكفاية. لكن عايزين نتكلم عن انه كيف انك بعد ما تقعد يعني تسمع التوجهات اللي بتجي من برا، كيف انك تستفيد من قعادك انت من الهوم ايسوليشن اللي قاعدين فيه، ولا فترة حقت قعاد البيت. من يومين انا في واحدة بتتكلم معي قالت انه ولدها كان، هي بتشتكي انه ولدها اللي عمره 5 سنين كان عنده مشكلة في السلوك بتاعه، لدرجة انها دار كانت توديه لطبيب، تعرضه على طبيب مشكلة السلوك، وناس المدرسة بيشتكوا منه. فلما جات مشكلة الكورونا وقعدوا في البيت، اكتشفت انه سلوك ولدها تغير، لانه هي ما كانت لاقية وقت لأولادها، ما كانت لاقية وقت للبيت. فلما قعدت في البيت فقالت لي انا لقيت انه كل السلوك اللي كنت انا بشكي منه اتغير. فدي حاجة ايجابية، في ناس عندهم اشياء كتير قعدوا عملوها. الناس ممكن تدخل اي حاجة بقت في النت، فيه ممكن تدخل النت تعمل كورسات، ممكن اللي عنده اي نوع من الهوايات ممكن يسقل هوايات، واللي ما عنده هوايات ممكن يتعلم هوايات. دي كلها حاجات متوفرة. واهم شيء يعني هم الناس لما قالوا يقعد في البيت مش عشان المسافة الاجتماعية، بالعكس انا بقول ده الوقت اللي احنا دارين الناس تتقرب من بعض، المسافة الاجتماعية تكون اقرب ما يكون. المسافة البعيدة دي مسافة جسدية، الفرق بين المسافة الاجتماعية والجسدية انه انت بعيد بجسدك، لكن اجتماعيا مع السوشيال، كل السوشيال ميديا دي اجتماعيا الناس قريبة جدا جدا، المفروض تكون يعني لازم تكون تسأل، تتواصل مع جيرانك، تتواصل مع اصدقائك، تتواصل مع كل الناس اللي بتعرفهم، كل الناس اللي بتثق فيهم، كل الناس اللي انت بتكون مرتاح تتكلم معاهم، اتكلم عن مشاعرك، اتكلم عن افكارك، اتكلم عن في خاطرك كله، قدرت تقول كله، قول لانسان انت بتثق فيه. وبرضو اسمع للناس، يعني انت لما تسمع للناس ما معناته انك بس ساعدتهم، انت حتكون ساعدتهم وحتكون ساعدت نفسك في نفس الوقت. فانت اسمع للناس وخلي الناس يسمعوا، يعني كل اللي عندك قوله. بالنسبه للناس اللي بيشتغلوا في المراكز الطبيه، فدول لازم يهتموا بصحتهم جدا زي ما قلنا، عشان ما هم نفسهم يحتاجوا لقدام لانهم يخشوا في حته بتاعت الدائره بتاعت عايزين هم نفسهم مساعده. ويزيدوا هسه حاليا في كل العالم، كل المستشفيات، كل النظم الصحيه ما متحمله انه اي عبء عليها زياده، ما متحمله الناس اعباء زياده على اللي هي موجوده دي. يعني الناس تعمل حسابها، اول حاجه هم في البيت الرياضه لازم الناس تتريض، وحتى انت في البيت تاخذ قدر كفايه من الراحه والنوم. الاكل الصحي لازم تاخذ كفايتك من الاكل الصحي ومن النوم ومن الراحه، والواحد يهتم بصحته الجسديه والنفسيه الاثنين مع بعض، يعني هما ما بيتجزؤوا من بعض، لازم الواحد يهتم بصحته النفسية وبصحته الجسدية. ومهما حصل الواحد يبعد عن حاجة اسمها منبهات بزيادة، يبعد عن الحبوب المنومة إلا باستشارة الطبيب أو إذا وصف له طبيب، يبعد عن المشروبات الكحولية
دي حاجات كلها بتخلي الواحد يعني يتأذن زيادة بدل ما تساعده. فالحاجات دي كلها الناس تبعد منها، وزي ما قلنا تبعد من الشائعات وتاخد الحاجات المعلومات من المصادر بتاعتها الأساسية، من المصادر بتاعتها الموثوق بها. جات أي رسالة الواحد أكد منها وبال ما يرجع تاني. وتاني برجع أقول إنه الواحد لو شعر بخوف، الواحد لو شعر بقلق، الواحد لو شعر بارتباك، دي كلها أشياء طبيعية، دي كلها شيء ما في منه مفر. في أي أزمة، في أي موقف صعب، ما في مفر إنك تشعر بالحاجات دي. دي مشاعر، أدي لنفسك مساحة، أدي لمشاعرك دي مساحة، فكر فيها، أقعد مع نفسك فترة، شوف أنت أفكارك شنو، الفكرة اللي بتجيك في راسك شنو، شوف أنت شعورك شنو، خوف، ارتباك، يعني احترب بشعورك ده وشوفه مع نفسك، وشوف أنت بتقدر تعمل شنو في اللحظة دي، وأعمله حتى لو بسيط. زي ما قلنا غسل اليدين بيفرق، تغسل يدينك بيفرق، تقعد في البيت حيفرق، تتصل بأحد أصدقائك بأقربائك حيفرق. وبرضو زي ما قلنا إنه وصل التواصل الاجتماعي ما خلت فيه مسافة اجتماعية، قربت المسافات، الناس تتصل ببعض في الفيديو كولز، في التلفونات، في الحاجات دي كلها، الناس تتواصل مع بعض اجتماعيا وتبعد جسديا فقط. البعد يكون جسدي، حتى من أقرب الناس ديك، حتى الواحد أمه وأبوه، لو أنت ساكنين في مكان وإنت في مكان، ما تقول عشان ديل أمي وأبوي، بالعكس أنت وأمك وأبوك عشان يعني تحميهم، إلا إذا كان أنت هم بيحتمدوا عليك في حياتهم اليومية، في شيء بتوصلوا ليهم أو بتودي لهم لازم تمشي، خصوصا الناس الكبار لازم نحميهم، لازم نبعد منهم بقدر ما نستطيع، إلا للضرورة القصوى. الناس تلتزم بالتعليمات، وإن شاء الله يكون لها وقت، يعني ما في أزمة لها بداية إلا ولها نهاية. ونحن لأنه أول مرة في حياتنا تجينا حاجة زي دي، يعني حتى الإنفلونزا الأسبانية ما أعتقد في يمكن يكونوا بالعدد الأصابع إنه الناس الحيين هسا الحضروها، لأنها كانت من قبل 100 سنة. فدي حاجة يعني غير مسبقة في الدوكت بالنسبة لنا، ما حاصل. يعني الأزمة دي أزمة عالمية والناس كلها مر بيها، والحمد لله إحنا من يعني في السودان من أحسن الدول لحد هسه، وإن شاء الله ما تكون في أكتر من كده، ونتمنى إنه العالم كله يعني الحاجة تنتهي فيه، ونقدر نقدم للمجتمع حاجة مفيدة لمجتمعنا السوداني ولمجتمع الغير سوداني، للناس كلهم، ونتمنى إنه تنتهي من كل العالم يعني، وبعد كده تبقى زيها زي باقي الإنفلونزات العادية، بعد ما يطلع الفاكسين وبعد ما يطلع العلاج إن شاء الله. الجائحة دي بتبقى إن شاء الله تبقى إنفلونزا عادية أو نزلة عادية. فأنا بس بحب أكرر تاني، الناس تبعد من الشائعات، الناس تلتزم بالأشياء يعني بموجه التوجيهات من وزارات الصحة أو الجهات المختصة، وتمعن التفكير في الحاجة اللي أنت عندك كنترول فيها، وتمشي بعيد من الحاجة اللي أنت ما عندك فيها كنترول. ولو في أي زول عنده أي استفسار، عنده أي تعليق، طيب للأسف فتيل المعقم أصبح ب 180 جنيه في الصيدلية. كويس ذكرتني الحتة دي. أول حاجة المعقم طبعا هو عبارة عن كحول، كحول بخطوا فيه جل عشان بس الناس تعقم به ويدينه. الأحسن من المعقم اللي هو الموية والصابون، يعني أي واحد في مكان في البيت أنا ما بنصح إنه تستعمل المعقم، تستعمل الموية والصابون، لأنه أصلاً الكحول بينشف الجلد بصورة كبيرة، بتل كل البكتيريا النافعة والضارة، ممكن يعمل لك حساسية.
فانت قلل من استعماله بقدر المستطاع. يعني انت في اي حته متوفره فيها مويه وصابون استعمال المويه والصابون احسن وافضل لك. اكيد العالم ما حيستمر كده، الدوامات حترجع بشكل جزئي سواء اختفت الجائحه او لا، ان شاء الله الدوامات حترجع بشكل جزئي والناس حتستمر في حياتها، وهي ان شاء الله حتنتهي الجائحه، حتنتهي، ما في ازمه زي ما قلنا اللي كان فيها لا بدايه الا لا نهايه، حتنتهي يعني. فهم الناس لو التزموا ما حيكون في قطع تام للدوام، ما حيكون في قطع تام للحياة لو الناس قدرت تلتزم. والله أنا ما أقدر أجاب على السؤال ده، سيارة التعقيم هل متوفرة في كل الولايات ولا الخرطوم فقط؟ ما عندي فكرة والله أنا عن سيارات التعقيم، ما عندي فكرة عنهم والله. المتوفر على مستوى الأرياف والضواحي ما عندي فكرة يا عن السؤال، ما بقدر أجاوب السؤال ده، فلو في زول بقدر أجاوب السؤال ده يجاوبه، لكن أنا بس بتكلم على كيف إنه الناس تقدر وهي قاعدة في السلف آيسوليشن أو في البيت إنها تقدر يعني تستثمر وقتها، تعمل كورسات أونلاين، تعمل تقعد مع أهلها أكثر، تشوف حتى لو عندك حاجة في البيت زمان كان ناقصة، حاجة خربانة أنت عايز تصلحها عايز تعملها، أشغل بيها وقتك يعني، وأبعد بيها نفسك من الخوف المسيطر على الناس ومشاعر الخوف المسيطرة عليهم دي. وزي ما قلنا الخوف هو في جزء منه طبيعي، لكن إحنا ما دارين نوصل للجزء الما طبيعي. معلش في أسئلة كان في الأول أنا ممكن أرجع عليها. الناس بدأت في عايشة في حالة من اليأس، يعني ممكن تصل لحالة يأس، الخوف الشديد بتاع الناس ممكن يصل لحالة بتاعت يأس وحالة بتاعت ارتباك وحالة بتاعت ذعر، ودي قلنا دي في البداية. وإحنا الناس اللي في السودان يمكن دي هسه هم في بداية الأزمة، عشان كده هم في المرحلة الأولى. المرحلة الأولى اللي هو قبل قلنا إنه ممكن يكون فيها الحتة بتاعت اليأس، إنه نسمع الأخبار كثير حتى من مصادر الصحيحة وغير الصحيحة وتناقلوا الأخبار حتى لو بصورة خطأ، وإنهم يمشوا يحاولوا يخزنوا الحاجات، إنه يشتروا كمية من المواد التموينية، يشتروا كمية من الأدوية، يشتروا كمية من المعقمات، لأنه دي هنا مرحلة اليأس بيخليهم إنه يفكروا إنه والله الحياة خلاص هنا وقفت، الحياة ممكن ما تستمر، الحياة حاجات كثيرة. لكن ده كله لما يقعدوا شوية يفكروا، الواحد يمشي للمرحلة اللي بعديها، بيبدأ شوية شوية الحاجة دي تتوازن. فهو الأزمة نفسها لازم لها ردود أفعال أو جهود معينة عشان تستعيد التوازن الطبيعي بتاع الحياة. فعشان نحن نرجع التوازن الطبيعي بتاع الحياة بنمشي من الستيج الاول ولا من المرحله الاولى دي للمرحله الثانيه. لما تيجي المرحله الثانيه، هي المرحله الاولى دي عباره عن صدمه، يعني الناس لسه مصدومه، وفي ناس ممكن تكون ناكره الحكايه دي عشان كده مستهترين بيها، وده بالمناسبه اسوا من الناس اللي عندهم خوف. الناس المستهترين اسوا من الناس اللي بيكونوا خايفين، لانه ممكن يضروا نفسهم بصوره كبيره جدا من غير ما هم يحسوا، ويضروا معهم الناس اللي حوالينهم، يضروا المجتمع. فإحنا دايرين الناس تمشي تخاف تقلق، يكون عندها أفكار يعني تفكر أفكار متوازنة في الآخر، وتفكر بأفكار إيجابية. أنا ما داير أقول لكم أمسحوا الخوف من رأسكم وخليكم إيجابيين، ما منطقي إن الواحد بس يقول للناس
امسح في راسكم ده، خليكم ايجابيين. ده كلام ما بيجي حتى هو يعني، لكن بقول لكم الناس تكون القلق في حدود، الخوف في حدود، وتشوف هي ممكن تعمل شنو. انا ما عندي كنترول على الحاجه دي، ما عارفه بكره اللي بيحصل شنو، ده حاجه مسلم بها، احنا بكره اللي بيحصل شنو ما عارفينه. فالناس لو فكرت بطريقه انه انا بكره اللي حاصل شنو ما بعرفه، لكن انا اعيش اللحظه دي، اعيش حاليا انا جوا البيت هاي، لكن اعيش لحظتي هسه، اعيش الوقت الهسه انا فيه ده، اشوف انا بقدر اعمل شنو اعمله، اذا كان لنفسي اذا كان للمجتمع، عشان انا ما ادخل في مرحله بتاعت هلع وخوف ومنها انقص في مناعتي، ومنها ادخل في مرحله بتاعت اكتئاب لقدام. ويعني واحنا متوقعين انه بعد ما تنتهي الجائحه دي يعني حتظهر حياه كثيره، يعني انه في ناس تجيها نوع من الوسواس بالنظافه وبالغسيل وبالمرض، وفي ناس يدخلوا في شويه مرحله بتاعت اكتئاب. دول اكتر حاجه الناس اللي بيكونوا كانوا عازلين نفسهم وشاعرين بانعزال وشاعرين ب يعني شعور بالذنب من غير مبرر، يعني زي كانه هم اللي عملوا الحاجه دي. ففي ناس بيكون عندهم مشاكل، فديل لو ما من البدايه بدوا يفكروا انه والله انا ما عندي كنترول على الحاجه دي، انا ما عندي يد في الحاجه دي، انا ما عندي حاجه اعملها، لكن انا ممكن اعمل حاجه اللي بيقولوها لي التوجيهات، انا امشي بيها، انا اقعد في البيت، انا احفظ نفسي واحفظ اللي حواليني، انا اتواصل مع اهلي واغسل يديني، انظف الحته اللي حواليني، ده اللي بقدر اعمله، غير كده انا ما بقدر اعمل حاجه. و ده التفكير اللي بيجي للواحد عشان يكون في حتة هو بعيد من الأفكار اللي بتكون يعني ضغط عليه، وفي نفس الوقت ما يكبح مشاعره. أي حاجة عنده يقول لزول زي ما قلنا بتخفيه، ويقول للناس اللي حوالينه، ما 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 يخاف من إنه يقول هو شنو جواه. والناس كلها الناس كلها الناس كلها خايفة، الناس كلها قلقانة، الناس كلها بتفكر بكرة هيحصل شنو، لكن بكرة دي ما في يدنا نحن. فأتمنى إنه الناس ما تقعد تفكر فيها كثير، شنو هيحصل بكرة، ولا شنو إحنا ذنبنا شنو عشان يجينا كده. لا، الناس ما تقعد تفكر في أفكار زي دي. فإن شاء الله إن شاء الله الجاي حدي حتنتهي، وإن شاء الله الأمور حترجع وكل شيء بيرجع طبيعي، والناس بتستعيد حياتها، وإن شاء الله المجتمعات كلها يعني تكون بخير وصحة، ونسأل رب العالمين إنه يرفع البلاء والوباء عن كل البلاد وعن العباد يعني. فعلاً الدكاترة أكثر الناس محتاجين للدعم النفسي، والناس الشغالين كل الناس، مش الدكاترة بس، لكن كل الناس الشغالين في الحقل الطبي، كل الناس الشغالين في المستشفيات، كل الناس الشغالين في الحجر، إذا كان دكاترة ممرضين أو غيرهم، خايفين في الشغل وخايفين على ناس البيت. صح، بتكونوا أنتوا لما تجوا راجعين بتكونوا خايفين، الواحد بيكون خايف انه يجيب معاه حاجة لناس البيت ويكون هو السبب، لكن اذا كان الواحد عمل حسابه بقدر المستطاع، انتوا بتقدموا في 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 خدمة عظيمة للناس. يعني الواحد لما يكون دايما المتطوعين والدكاترة لما يقدم الخدمة ويجي راجع هو عنده واحد كان مريض وشفى، ولا حتى لو أبسط حاجة قدمها شفتي واحد بس بيشكر فيك ولا بيضحك لك، بتحسي برضا، ده نفسه علاج، ده نفسه علاج. وفي نفس الوقت أنا نصيحتي للناس اللي بيكونوا شغالين الدكاترة وغير الدكاترة والمتطوعين اللي بيكونوا شغالين، في أي لحظة حسيتي إنك ما قادرة، حسيتي إنك تعبانة، حسيتي إنك طوالي تدي نفسك راحة، زي ما قلنا احنا ما عايزين ولا شخص يتعب زيادة، ولا شخص يكون محتاج لانه
مساعدة، لأنه أنتم بتساعدوا الناس، أنتم الناس المحتاجة لكم في اللحظة دي، فأنتم لازم تكونوا بأكمل يعني صحة وعافية إن شاء الله من الناحية الجسدية والنفسية. يعني لو أنت لو أي واحد من الدكاترة عنده أي من الأمراض المزمنة الممكن تكون بالنسبة له عنده نقص بتاع مناعة، حقه ما يشارك يعني في الحتات اللي فيها الحجر والحتات دي. أي من الدكاترة أو من الناس الشغالين يعني في الأيام دي حس بأي تعب بأي إرهاق، لازم ارتاح، لازم ارتاح جسديا ونفسيا، ارتاح فترة بسيطة وأرجعي، لأنه لو ما ارتحتي أنت بعد شوية بتبقي أنت عبء على المنظومة الصحية، وتكون عايزة زول يساعدك، وقد ما لو الناس دي كلها تعبت ما حتلقى بيساعدها. فربنا إن شاء الله يوفقكم، وإنتوا في الصفوف الأمامية يعني جد 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 يعني إنه الناس تحييكم، وإن شاء الله إن شاء الله ربنا حينصركم. شكرا يا بتول. ما فهمت سؤالك يا أستاذ أحمد، أحمد علي. الناس لأي حاجة معهم عادي، الحل شنو؟ ممكن بس تعيد لي السؤال. أكيد زي ما قلنا ما حيستمر كده، وحترجع الحياة طبيعية. كابتن ياسر، هاي السجن صعب جدا، لكن إن شاء الله ده ما سجن. الناس يعني الناس تطلع تتريض ماله، الشوارع فاتحة، لكن ما شرط الناس تمشي الحتة الزحمة، ما شرط الناس تكون مزدحمة في نفس الحتة. الممرات فاتحة، محلات الرياضة فاتحة، يعني قصدي يعني الشارع للرياضة مش محلات الرياضة. الناس تتريض في البيوت، فإن شاء الله ما سجين، وإن شاء الله ستطلع من. والله الله المستعان، أغلب المناطق ما تتوفر فيها كهرباء ولا حتى الماء، وأسعار الصابون غالي جدا، ولا توجد خدمة شبكة أصلا. والله حق المسؤولين يعني الحتة دي يراعوا ليها، يعني لو ما في صابون وما في موية يبقى دي مشكلة كبيرة، دي فعلا مشكلة كبيرة جدا. الهلع من الكورونا حيقتل الناس أكثر من الكورونا، والموجة الإعلامية تسبب في مضاعفة الأزمة. أكيد أكيد أكيد. إحنا عشان كده قلنا الهلع، الهلع ما إحنا ما عايزين الهلع اللي هو الحاجة الممرضة. إحنا دائرين القلق العادي كله، يعني أنا بعني بالقلق العادي أو البسيط، إنه الواحد لما يكون ماشي امتحان لو ما قلقان ما حيمتحن كويس، لكن كمان لو بقى في حتة بتاعت خوف وهلع هيسقط في الامتحان. فإحنا ما عايزين الناس تصل الحتة بتاعت الهلع، وما دارين الناس تصل الحتة بتخلي الهلع ينقص من مناعته، حتى يعني حتى لو ما جاء ولا جاتوا الكورونا. الموجة الإعلامية تسبب في مضاعفة الأزمة، يعني ممكن الناس يعني أنا ما بنصح إنه الناس تقعد في الأخبار طول الوقت عشان تسمع أخبار الكورونا. بالعكس، الناس بدأت في ناس بيقولك ما داري نسمع أخبار، يعني في اليوم بس لو أنت عرفت الحاصل شنو بصورة عامة خلاص كفاية. الناس ما شرط تسمع بكل التفاصيل يعني الحاصلة. خدمة الإنترنت والشبكة استرادي، لا يعملون في بعض الأقاليم ما عنده فكرة عن الكورونا. الله المستعان. فعلا يا لينا، هي النصايح دي احنا قلنا للأزمة عامة وفي حياتنا اليومية
يعني وخاصة الأيام دي إحنا عشان في مرض الكورونا، لكن حتى بعد الكورونا دي لأي أزمة لأي حاجة دي الناس تتعامل بنفس الشيء، يعني بكلها أزمات، يعني إن شاء الله ربنا ما يجيب لنا تاني أزمات. هي الأزمات تختلف، يعني الأزمات تختلف حسب نوع الأزمة، يعني في أزمات بس يعني نوعا ما أبسط من غيره. يعني الإهمال سبب رئيس للأزمات، ما كل الأزمات، لأنه في بعض الأزمات ما عند الواحد لا إهمال ولا غيره، ما عنده يد فيها. في بعض الأزمات ممكن كان توقع حدوثها أو الناس تستعد لها، لكن معظم الأزمات تيجي من غير استعداد، عشان كده الناس تدخل في حالة بتاعت خوف لأنه ممكن في استعداد لها. شكرا يا مي. والله صراحة يعني الاكتئاب البسيط في برضو نوع من أنواع الشعور اللي بيجي للواحد في بداية الأزمة، لكن ما بيستمر. في جزء من الناس بيستمر معهم حتى ما بعد الأزمة، وبيحتاج إنه يتشافوا يعني بطبيب وكده، لكن الغالبية من الناس لا، يعني ما بتجي فترة بسيطة. وحتى يعني في ناس بينوموا بصحب الليل بكوابيس، الحاصل شنو، ما عارفين الحاصل شنو، يجون كابوس عن المرض، انهم مرضانين، انهم يموتوا، انه كده. دي عادي في الازمات بتحصل، والناس دي اغلبيتهم كل الاعراض دي بتمشي منهم من غير او بتروح منهم من غير ما يحتاجوا لقدام لمعالجة. خصوصا الحتات، خصوصا يعني زي نحن مجتمعنا في السودان مجتمع مترابط جدا الحمد لله، وفي الدعم النفسي وفي الدعم الاجتماعي بالمجتمع، يعني فيه التداخل وفيه الأسرة وفيه فدي من أكثر الحاجات مفيدة الأيام دي. الناس دايرة تكون واقفة مع بعض، دايرة زي ما أنا قلت قبل، دايرة تقرب من بعض اجتماعيا، ما مش نقول social distance إنه الناس تبعد من بعض، لا أنا بقول physical distance، يعني تبعد من بعض جسديا لكن تتواصل، تكون متواصلة اجتماعيا، يكونوا مع بعض، يكونوا قريبين من بعض، دايما يتواصلوا التلفون، فيديو كولز، بأي طريقة تواصل هم يتواصلوا، لكن ما شرط إنه يتلاقوا عشان يتواصلوا، يعني يمشوا لبعض ولا يجوا لبعض. يا ريت والله فعلا الناس تنشر الوعي ببساطة، وإنه التثقيف الصحي يرجع في السودان. التثقيف الصحي من كان يعني من سنين شغال، فدي أهم حاجة، التثقيف الصحي. التثقيف الصحي مهم جدا 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 يرجع للناس. بعدين بنعمل له سيف اللايف، ممكن تحضروا من البداية يا علي. ما هي قحة معناها دي كورونا، لكن اللي بيكون عنده قحة يقعد في البيت لحد ما يمشي الدكتور او يتم تشخيصه. يعني فعلا هي الناس فعلا خايفة عشان النظام الصحي عندنا متهالك، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الامور تتحسن.
والله النظام فعلا متهالك، لكن يعني هسي ماشيين يعني في موضوع كورونا والحجر الصحي، و يعني الناس لو مشت بالحاجات أو التوجيهات بتاعت وزارة الصحة أو الصحة العالمية، إن شاء الله ما تحتاج ل يعني لنفس المحتاجين إنه برا في أوروبا أو غيره، أو تجينا بنفس الصورة دي. أتمنى إنه يكون استفدتوا، وإن شاء الله لو في أي حاجة إن شاء الله في فيديوهات تانية، في لقاءات تانية نقدر نجاوبها. إن شاء الله أكون جاوبت عليكم اللي قدرت أجاوبه، وإن شاء الله ربنا يرفع البلاء.